من أشهر حوادث الاختفاء في مثلث برمودا هي كانت سفينة شايلة بنت نائب الرئيس الأمريكي ثيودوسيا بور أريستو عام 1830 وبالتحديد في 30 ديسمبر. كانت هذه السفينة مسافرة من جنوب كارولينا إلى نيويورك، وعلى سوء حظهم خط الرحلة كان يمتد على مثلث برمودا. الغريب في الموضوع أنه أول ما دخلت مثلث برمودا انقطع الاتصال تماما، وحاولوا أنهم يرجعوا يتواصلوا مع المركز ولكن ما في أي استجابة. فبعد أيام وشهور رسلوا فرقة بحث عشان يعرفوا فين هذه السفينة اختفت، وحتى يومنا هذا ما تحلت بنت نائب الرئيس الأمريكي. فإيش وراء اختفاء وغرق السفن؟ ومو بس السفن، ترى حتى الطيارات اللي تطير هناك برضو تطيح وتغرق. فكيف طيارات في الجو تطيح وتغرق؟ وهل حتى يومنا هذا تسير كوارث في هذه المنطقة؟ وهل من جد ملوك الجان لهم دخل في الموضوع؟ اهلا وسهلا بك اصدقائي المتابعين، معكم اخوك عبد الرحمن بابقي، وانا اسف اصدقائي المتابعين، انا اسف على الصوت، يمكن في يكون تغير ويمكن يكون في ناس ما لاحظوا، ولكن في صوت شويه متغير لانه صوتي رايح، انا اسف سامحوني. وحقين السناب يعرف ليش الصوت رايح، فاذا انت ما ضيف السناب تعال ضيف سناب، خلينا نوصل 100,000 مشترك يا اخي، نبي ناخذ درع سناب شاتو، هذا الدرع ده مخترع من كيسي. خليني اقول لك اصدقائي المتابعين، هذول المنطقتين اللي تعتبر من اكثر الاماكن جدل بين الناس. واتس يا عبد الرحمن، هل انت دوبك قلت انه في مثلثين مو مثلث واحد؟ نعم يا اصدقاء المتابع، هناك مثلثين وليس فقط مثلث واحد، ويعتبر هذول المثلثين الاخ التوأم. لماذا؟ لانهم يتشابهان في الكوارث. المثلث الاول يا اصدقاء المتابع هو مثلث برمودا، وهذا المثلث بين جزر برمودا، عشان كذا سموه مثلث برمودا، او تقدر تقول مثلث الشيطان. وهذا المثلث ترى متساوي الاضلاع، وكل ضلع تقريبا 1 كيلومتر، اما مساحه هذه المنطقه تقريبا مليون كيلو متر مربع، عشان كده فهمتوا كيف مليون كيلو متر مربع، وانا وصلت مليون فيعني ما حبيته. اوكي نكمل، ترى امزح، ترى حيكون في فيديو لمليون خاص، ولكن خلي درع مليون او شيء يوصل. المهم، فهذه المنطقه تعتبر الاخ التوأم لمثلث التنين، واللي تبغون اتكلم عنه يعني ان شاء الله في حلقه قادم. وخمن خمن بالله، من اول من اكتشف هذه المنطقه مثلث برمودا؟ نعم يا اصدقاء المتابع، هو هذا اللي جاب بالك، كريستوفر كولومبوس. اما هذا شخص يا جماعه الخير، تخيلوا انه يمشي ويكتشف اشياء بدون ما يعرف انه هو اصلا اكتشفها. تخيل انه كريستوفر كولومبوس هذا راح لمثلث برمودا، ولما دخل هناك حس بشيء غلط، حس بشيء غريب في الموضوع، لان البوصله ما صارت تشتغل، وكانه في شيء مريف في المنطقه هذه. فعلى طول هنا كريستوفر كلم الطاقم وقال له على طول غير الوجهه، وبالفعل غير الوجهه وطلعوا من مثلث برمودا. وبكذا هو يا اصدقاء المتابع اكتشف مثلث برمودا، بدون ما يكتشف مثلث برمودا، بدون ما يعرف انه اكتشف مثلث برمودا اللي وقتها ما كانت اصلا مثلث برمودا. بعد 400 سنه يا اصدقاء المتابع من كريستوفر كولومبس صارت مثلث برمودا. تبغوا كمان اصدمكم شيء ثاني ولا كذا كفي؟ لا انا اقول لكم حصدمكم شيء ثاني. كولومبس هذا في يوم من الايام قرر انه يدور الارض كامله ويرجع في نفس المكان، يعني انه يبحث في الارض كامله عشان يرجع لنفس المنطقه اللي بدا منها. فلما ابحث صديقنا كولومبس اكتشف الامريكتين، وسمى الشعب اللي موجود هناك بالهنود الحمر. طيب يا عبد الرحمن، هو اصلا ليش سموهم بالهنود الحمر؟ ترى يا صديقي المتابع مو عشانهم يشبهوا الهنود، لانه الذكي يحس بنفسه وصل الهند. شافهم كده قال اوف انا وصلت الهند وهذول يلبسوا الاحمر، يعني هم هنود الحمر. طيب يا عبد الرحمن، اصلا هو كيف حس بانه هو اصلا وصل الهند؟ شوف يا صديقي المتابع الخريطه، هو راح بدا من هنا وابحر على اساس انه يوصل الهند، ولكن هو وصل الين الامريكتيون هو ده، لكن هو اصلا يحس بنفسه انه دار الارض ورجع للهند. والمسكين يا صديق المتابع انه اصلا هو مو داري انه اكتشف شيء جديد، هو ترى مات ويحس بنفسه مات في الهند. ونفس الهرجه في مثلث برمودا. مثلث برمودا هي لمعلوميه ترى اشهر بقع مائيه موجوده على الارض، وهذا صراحه انا احسه موضوع غريب. ليش غريب؟ حتعرفوا في الحلقه. تحدد مثلث برمودا بثلاثه مناطق، بفلوريدا وبروتوكيرو وبرمودا. لا تركزوا على الاسماء، الاسماء شوي صعبه، انا حكتبها لكم خلاص انتوا شوفوها. وكل هذه المناطق ترتبط بمسافه متساويه اللي هي 1500 كيلومتر تقريبا يعني. واول حادثه في هذه المنطقه هي سفينه فرنسيه، واسم هذه السفينه روزالي، وهذه السفينه ترى فيها اشخاص ذو مناصب عاليه في فرنسا، والسفينه هذه كانت تعتبر في وقتها تعتبر من اكبر السفن. ولكن الشيء اللي مو حاسبين حساب انهم حيخشوا منطقه الشيطان، فدخلوا مثلث برمودا، وهنا كانت اخر رساله يرسلوها للمركز وبعدها اختفت. والغريب في الموضوع انها ما لها اثر تماما، فهنا دخلت الحكومه الامريكيه تبى تعرف
ايش السبب ليش كذا اختفت. فبعد ايام وشهور بعدين اكتشفوا مكان السفينه الفرنسيه، واللي خلى الموضوع اكثر تعقيد واكثر غرابه انها لقوها برا مثلث برمودا محطه، والاغرب كمان انه ما في اي واحد من الطاقم اللي كان في السفينه. وهنا استغربوا فرق البحث كيف ما في ولا بني ادم، ما في ولا حتى جثه. وهنا جو بعض العلماء يبي يعرفوا ايش سبب هذه السفينه، فقالوا عشان نعرف سبب غرق هذه السفينه حنسوي حاجه واحده، خلينا نرسل سفينه ثانيه تمشي على نفس خط السفينه الفرنسيه. وفعلا ارسلوا سفينه اسمها ماري سيليس، وهذه السفينه تتميز بان لها اسطول بحري من ابرز البحاره في العالم. وفعلا بدوا في التحقيق على غرق هذه السفينه ومشوا على نفس خط السفينه الفرنسيه، وهم كانوا مره مقتنعين بنفسهم لانه ايش بق معاهم افضل البحاره في العالم وقتها. ولكن اول ما دخلت السفينه في مثلث برمودا ودعت، الاتصال انقطع ما في اي رد من ايام. فانعاد مره اخرى نفس السيناريو للسفينه الفرنسيه، وبعد شهور لقوا السفينه ولكن محطمه وما في اي واحد من الطاقم اللي كان في هذه السفينه. شيء غريب صراحه، يعني ايش هذا المكان اللي لما احد يخش فيه او سفينه تخش فيه تختفي. ويا ريت يا اصدقاء متابع فقط سفن، حتى الطيارات لما تطير من فوق هذه المنطقه تختفي. هقول لكم قصه الطيارات شوي، ولكن خليني اقول لكم الان واحده من السفن من الاسطول البحري لامريكا. اولا ترى هذه ابدا ما هي سفينه عاديه، لان هذه المركز الرئيسي لقياده الاسطول البحري لامريكا. هذه الحادثه صارت في الحرب العالميه الثانيه، وقتها جات برقيه من المركز انهم يغيروا مكان هذه السفينه. وهذه ترى يا اصدقائي المتابع ترى ما هي سفينه قياديه عاديه، لانها تحمل الليتل بوي. تعرف ايش يعني الليتل بوي؟ الليتل بوي هذه هي قنبله نوويه كان منقوش عليها اسم واحده من الدول العظمى وقتها، وهذه الدوله يا اصدقائي المتابع هي اليابان. وكانت هذه الرحله فائقه السريه لانهم بيسلموا للقوات الجويه الراس النووي، ولكن للاسف كان في طريقهم مثلث برمودا. لما دخلت المنطقه هذه اخر رساله للسفينه هذه كانت انقذونا، هناك كائن لا يتاثر باسلحه. امزح، مو هذا اللي صار، ولكن هذه واحده من الخرافات اللي تتناقل بسبب غرق هذه السفينه. ولكن ترى الحقيقه اسوأ من كذا كمان. بعد بحث طويل صراحه وراء غرق هذه السفينه اكتشفت زي ما قلت لكم ان هذه السفينه كانت شايله راس نووي وكانت رايحه لتسلمه للقوات الجويه، ولكن في طريقها قابلتها غواصه يابانيه، فقالت الغواصه اليابانيه هاي ايش قاعدين تسووا يا سفينه؟ مو قاعدين تسووا شيء، بس يعني بنسلم راس نووي للقوات البحريه عشان يفجروكم. اهم اوكي. قصف السفينه الامريكيه وغرقت السفينه الامريكيه، واخر رساله للسفينه الامريكيه كانت الو حول حول من المركز للقوات البحريه، هل الاوضاع كلها عندكم تمام؟ حول حول من القوات البحريه للمركز، نعم الاوضاع عندنا تمام، الشمس طلعت والجو جميل وهذا اليوم. والله جد ترى يا اصدقائي المتابع هذا جد اللي صار، ولكن يعني بدون نغمه. وغرقت هذه السفينه ومعاها 300 شخص، وهذه تعتبر من اكبر الخسائر من ناحيه اللي اختفوا او من ناحيه الفلوس او من ناحيه القنبله النوويه الليتل بوي. وخليني اقول لكم ان ترى مثلث برمودا كوارثها ترى مو بس سفن، حتى الطيارات، بل هناك مجموعه من الطيارات خشت هذه المنطقه وما طلعت، وهذه الرحله اسمها رحله 19. هذه الرحله تدريبيه لخمسه اشخاص ومو طيارات ترى عاديه، بل انها قاذفات قنابل وفي قائد يقود الاربع طيارات اللي وراه. واول ما دخلوا مجال مثلث برمودا القائد ارسل رساله للمركز، نحن ندخل مياه بيضاء، لا شيء يبدو جيد، نحن لا نعرف اين نحن، المياه اصبحت خضراء، لا لا المياه بيضاء. بعدها انقطع الاتصال تماما. القصة هذه مأخوذة من فيلم اتكلمت عن هذه القصة الحقيقية، ولكن القصة طبعا ما حتكون حلوة اذا اخذ القصة تماما بالحرف الواحد، فيعني في هذه القصة شوية بهارات. الان انت لو تخش يوتيوب وتكتب مثلث برمودا حتلاقي كل اللي نزل عن قصة مثلث برمودا حيقولوا هذه القصة وبالبهارات هذه. ما اقول لك انهم كذابين، لا بالعكس صادقين وقصصهم مرة حلوة، ولكن هم قالوا القصة هذه ولكن بنكهة المخرج. فالان حقول لك يا صديقي المتابع القصة الحقيقية بدون بهارات. في الحقيقة هم صار خمسة طيارات وكل الطيارين تقريبا مبتدئين الا طيار واحد اللي هو تشارلي ستايلر، ومدربهم هذا الله يهديه وقتها كان شارب ومصدع اخر شيء وما في غيره وقتها انه هو اللي يسوي التدريب هذا. فلما طار هذول الخمس اشخاص تعطت البوصه، والله اعلم يمكن يكون في مثلث برمودا ويمكن يكون لا، ما الشيء هذا مو مذكور. وتشارلز هذا كان جدا واثق من نفسه وماخذ وضع الطوارئ اللي هو المفروض ياخذه، قال لا انا حمشي على الجزر اللي اشوفها تحت، ما حمشي على البوصه، البوصه قصدي خربت لانها. وبالفعل كملوا ودخلوا مثلث برمودا.
برمودا، ومثلث برمودا هناك كان فيه اعاصير او جو غير صالح للطيران، وهنا طبعا ما حد قدر يسوي حاجه لانهم كلهم مبتدئين الا واحد، وكلهم هذول مع القائد كلهم اختفوا في هذه المنطقه. وبعد اختفائهم هذا ارسلوا طياره سادسه عشان يروحوا يشوف ايش هرجه، فين دول راحوا، فين اختفوا او فين طاحوا. برضو طياره البحث هذه لما راحت اختفت ولاقت نفس المصير اللي قبلهم، يعني كذا 6 طيارات اختفت في هذه المنطقه. وهنا خرجوا لك بعض الناس انه هناك وحش او كائن غريب ياخذ كل سفينه من هناك او ياخذ حتى الطيارات، او يمكن هناك عرش ابليس. واحده صراحه سمعتها هي ان مدينه اتلانتس تحت هذه المنطقة، وهذه أحلى نظرية. ليش؟ لأنه من جد لقوا تحت هذا المكان أهرامات، أهرامات اللي زي في مصر، بس مو مدينة أتلانتس، ولكن يعني لقوا أهرامات. في ناس قالوا بلا وحوش بلا إبليس بلا كلام فاضي، حتى أتلانتس كلام فاضي. لا، إن هذه الأهرامات إنها بوابة زمنية تأخذ كل الطيارة وتأخذ كل السفن وتوديهم لأبعاد ثانية أو زمان آخر. وهنا طبعا يجي دور العلماء يقعدوا يحشروا لبعض، يكتشفوا بعد البحوثات في هذه المنطقة أنه في تحت هذه الموية غاز الميثان يطلع بكميات جدا مهولة، وهذه الغازات تخلي الموية جدا حارة وتطلع فقاقيع جدا كثير. فهذا يعني إن كثافة البحر حتنزل وأي سفينة حتمر من هنا حتطيح وحتغرق. فبعدها جاك عالم ثاني من روسيا مشط المكان اللي في المنطقة كاملة من فوق، وشاف إنه هذه المنطقة بعض احيان تضاريسها تكون مره صعبه وقاسي، فتتجمع السحب والهواء يكون جدا سريع والامواج ترتفع وتصير جدا عاليه على السفن. يعني احنا الروس احنا صح، ايش اللي فقاعات وكلام فاضي مسوي عالم؟ قال لك ايش هو سبونج بوب؟ اهدى يا ولدي ريلاكس، انت صح وهو صح برضو، صح كلام ان الغاز تغرق السفن وان الاجواء الصعبه تغرق السفن والطياره. لا، في ناس جو كمان ما عجبهم كلام هذا، ايش كلام فاضي فقاقيع وايش اللي تضاريس يا حبيبي؟ هناك في مثلث برمودا يهبط الفضائيون ويخطفوا الناس او يقتلوهم. العلماء هنا ما بيتعبوا نفسهم ما بيناقشوا هذه الفئه، فقالوا لهم انت صح شاطر شطوش شطرطر، ولكن حشروا لفئه ثانيه. هنا العلماء ما في له قوه تحشير، تجيب لي بخرافات انزل لك بديس. قالوا انه هناك في اخطبوط جدا ضخم يخطف السفن وياكلها ويحطمها. معليش صدق متابع اليوم انا عارف صدمتك كثير، ولكن خذ الصدمه الاخيره هذه. نعم ترى هناك في كائن ضخم اخطبوط جدا ضخم، ومن الممكن انه يقدر يخطف سفينه، ولكن مو سفينه اللي مره كبيره، اللي يعني صغيرة يمكن الله أعلم، ولكن هذا مستحيل. ليش؟ لأنه هذا النوع من الأخطبوط أبدا ما يعيش على سطح البحر، بل هو يعيش في أعماق أعماق البحر، يعني جدا جدا تحت ما يمديك تشوفه إذا غصت، حتى ما يمديك أصلا توصل للمنطقة اللي هو فيها. عشان كذا العلماء نزلوا لهم ديس جديد وقالوا لهم إن أصلا هذه الرخويات ما تعيش في هذه المنطقة. وفي ناس تخيلوا يستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على البحر يبعث سراياه كل يوم ليفتنوا الناس. شوف شوف يا صديق متابع، ترى هذا الحديث صحيح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بالضبط فين مكانه، فكيف أنت تجي تقول لنا انه في مثلث برمودا؟ ادي يا صديق متابع ريلاكس ريلاكس. المهم انك تجي انت صح في البحر، وهذا الكلام صار بعد حرب الملائكه مع الجن في بدايه الزمان. وترى يعني الحقيقه الصادمه ان مثلث برمودا حوادثها نفس حوادث اللي خارج برا برمودا، واخر حادثه صارت في مثلث برمودا يمكن قبل اكثر من 25 سنه. فالفوضى هذه كل اللي تشوفه ترى لان الانسان يحب المؤامرات ويحب الاكشن، يعني ان الانسان بطبعه مفلم كبير، وبعض اسباب غرق السفن وغرق الطائرات ان اخطاء بشريه، ان كانت في الصناعه او الصيانه أو القائد نفسه. والحقيقة إنه في علماء أبداً ما يؤمنوا إنه في لغز في هذه المنطقة، إنها منطقة جداً عادية يعني، ولكن اكتسبت هذه المنطقة شهرة كبيرة لأن بسبب الناس اللي نشروا الكلام أو بسبب الأفلام الوثائقية أو السينمائية. ويمديك تشوف هذا الموقع وتروح لمنطقة مثلث برمودا حتشوف إنه في طائرات في هذه اللحظة تطير وما في أي حاجة ما في أي كوارث. فالخرافات يا صديقي المتابع دائماً تيجي من الجهل. لا تطلع، ترى أعرف أنا، ترى اليوتيوب قال لي إنه في هذه الجملة الأخيرة في ناس كثيرين يطلع عشان أقول الجملة الأخيرة. خلينا اقول بعدين اسمع، في كلام مره مهم انا احط كلام مهم دائما في الاخير. ريلاكس يا اخي ريلاكس يا استاذ متابع، ايش الكلام الفاضي هذا؟ فزي ما قلت لك انه دائما الجهل ياتي منه خرافات. في ناس اذا جاءتهم قصه غير مكتمله يا انهم يكملوها من راسهم او يكملوها من كيسهم، نفس الشيء هو صراحه. فافضل شيء اذا جاءتك معلومه مو مكتمله او مو متاكد منها او حسيت انها خرافه انك تبحث او تسال، واذا احد جاء سالك عن شيء ترى هذه انك تقول ما اعرف. في احد العلماء قال ان تقول لا اعلم هي نصف العلم، والله اعلم اعتقد ان هي كذا صحيحه. وبرضه في عالم صيني قال شونغ شينغ شينغ لايك شونغ شينغ شينغ سبسكرايب شينغ شونغ شينغ شينغ، لا تنسى تصلي على الحبيب، ودائما ابدا ما اقول لكم على السلامه اقول لكم شينغ شونغ لايك. اذا فهمت ايش قلت دوبني فمبروك عليك، انت صيني الاصل، فتبي تكمل صينيتك تعال عندي سناب اعلمك صينيه.